السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنر لورد. داخلين دخلة جامدة هالمرة، دخلة حرب ما بين العرب والمملكة الجنوبية. المملكة الجنوبية هم اللي جايين مثل ما شفتوا في نهاية الحلقة الماضية يهاجمون قلعة ليفانيا اللي هي أولى القلاع باتجاه المملكة الجنوبية. لسه في قرية صغيرة هنا حق بنو هباب وانتد من فصيلة العرب، جايب له 17 مشاه واربعة فرسان واثنين بعيدة المدى، واحد رماه وفي واحد من عندي مات. يعني افا يا عشيرتي افا، اوف عائلة متى فثيد. اوكي الاطفال هذا الاخواني، انصدمت يا ولد، هذا كلهم ثلاثة اخواني. اوكي رفقاء هنا، بس انا ابغى اشوف الحلوين. حلو هنا نقدر نعطيهم دور كشاف يا ابوي من اول، يعني لازم اني اخصص الكشاف هنا. والله يا شباب اني توني اكتشف هذا الشيء. تالية كانت معالجة جراح تقريبا في الطب، هذه الثانية كشافة مفروض انها تكون. انا اقول ما تغيرت شيء عندي في الماب. وهذا الوحش ما ادري وش يعطيه الصراحة، راح اخليه كذا معي خاوين لا شيء. اوكي والاقطاعيات انا لازم متعود على هذا المكان. اخيرا هذا المحل الجلود اللي اشترناه في الحلقة الماضية يا شباب، مستوى واحد نشط. كان ايش هذا انيشال كابيتال 10,000 وحاليا 9,900. الاجر اليومي ياخذون مني 10 ظاهر، هذا ايجار المحل واخر تشغيل قبل 3 ايام. يعني الحين ما هو بشغال ولا ايش الوضع؟ كيف قبل 3 ايام؟ انا اقول ما في انتاج يا شباب، في مشكله عندي. تغيير الانتاج، الجعه، معصره زيتون خليها، ورشه الخشب، واين بريس تم. ما ادري ايش بيصير الحين، هل لازم نختار ولا ايش الوضع؟ والله ما ادري يا شباب، بس بنشوف ايش بيصير معنا. المهم تعال خلنا نشوف الشخصية، هل في تطويرات؟ والله في تطويرات في الرمي. مهاراتي عندي سرعة سحب، يزيد من سرعة سحب اسلحة الرمي بنسبة 20 او ضرر اكثر ضد الدروع باسلحة الرمي. احلى شيء يا اخي سرعة الرمي. كذا كذا بتجيهم هدات، يكون الانيميشن سريع. طيب عندنا تطوير في الرماح، بما اني استخدمت الرماح في الحلقة الماضية عندي تطويرات حلوة والله قبل الحرب. ممكن الضرر، زيادة الضرر باستخدام الرماح بنسبة 2 او قم بزيادة الضرر باستخدام الرماح اثناء التركيب بنسبة 2%. قصده يمكن فوق الخيل، يمكن سلاح الفرسان اتوقع. ايه خلنا نختار هذا لان في صورة الخيل. والله اللغة العربية هناك بثني شوي. وعلى طاري الموضوع هذا يا شباب، ياريت يعني تتقبلون اذا في الحلقة الجاية ابتديتها او بعد حلقتين كذا ابتديت اني الغي اللغة العربية، بسبب شيء واحد، ان فيه ميزات كبيرة في التحديث الاخير اللي هو 1.8، تحديث جدا كبير حجمه وفيه ميزات مختلفة، يعني تغييرات جذرية. من ضمنها ابسط الشغلات اللي فيه اللي هو يوم تدخل معركة يصير تحديد الجيوش عندك اسهل، الكاميرا تيجي من فوق تقدر هذا. غير كذا وانت تحدد الجيوش فيه سلو موشن يصير، هذلاك وهم يهجمون تشوفهم يركضون بطيء، فيعطيك مجال انك تفكر وتضبط الامور. في ميزات كثير ما ودي اطول انا في المقدمة، بس اذا شفتوني شطحت كذا وقلب الوضع عندي انجليزي افهموا السالفة، واي شيء واجهنا باذن الله راح ترجمه. وللعلم اللعبة بيكون فيها سلاسة اكبر من غير المودات، فانا المود الوحيد المستخدم العربي حاليا. المهم نيجي هنا عند الرماح نطور واحد منهم. هنا يقول لي فرصة 25 تفكيك سلاح الفرسان اللي هو فوق الخيل الظاهر، نفس الشيء نفس المهارة اللي قبلها. والجماعة اللي معي you are leading have their damage increase، نفس الشيء الدمج بيزيد عندهم 10%، او ان عندنا المهارة ان 30% ان يطيح الاعداء يزيد ثرست اتاك. اوكي هذا النوك اتوقع افضل، خلنا نختاره. عندنا مهارات ثانية ما شاء الله، الجاذبية زادت لاني تكلمت مع شخصيات كثير. خفضت عقوبة المقايضة 15%. الثاني يقول لك عندي تقديم نفسك اللوردات لأول مرة، لديك فرصة 10% لاكتساب علاقة بهم زائد 2. أتوقع العلاقات أفضل. طيب آخر مهارة عندنا التجارة، إما نختار أن المتجر تقل صيانته بنسبة 20% أو الحزب يحمل 30% وزن أكثر. والله يودي بالوزن عشان أتاجر. يا أخي الخيول عندي كثير لو اخترت الثانية، يلا ما عليه. اوكي عندي مهارة هنا على اليسار ممكن ازيدها، خلنا احطها في هذا في الانتليجنس. هذا اتوقع بيزيد للكل، شوف حاليا كيف هذا في الثاني في السطر الثاني وهذا في الاول وهذا في الاول، فخلنا نشوف ايش بيصير. اي تقريبا انه زاد لي الكل. المشكلة النقاط هذه يا شباب حاليا تجيني بسرعة، لكن بعد فترة راح توقف انها تجيني، فضروري اني اضبط وضعي في الشغلات هذه. الهندسة نحط لنا واحد ولا الطب؟ الطب اهم. طيب حلو، حاليا ليفل 9 هنا،
لان شفته اخوي الصغير في نهايه الحلقه الاخيره ضبطنا اموره واسسنا شخصيته، فممكن ان يشارك معنا في الحروب باذن الله. هذا الحلقه شوفوا هذه مهاراتي حاليا، باذن الله ما راح اختم الا وانا جايب القوس. شوف هذا النشابه المفروض ان والله اني مغبون اني استخدمت النشابه كثير، وكان مفروض انها تكون مهارتي بالقوس، لانه جاني كومنت يقول لي نصيحه استعجل في موضوع القوس عشان بعدين يوم تهاجم القلاع يكونون واقفين فوق كذا، ضروري انك تكون سريع في قتلهم. وبسم الله ناخذنا شربه من هذا الحلقه يا شباب، رعايه 7 اب قائد المرتزقه، فلا بد ان ايش نبرد كذا قبل المعركه. اما الجيوش ياكلون تمر وهم ساكتين، ترى القاده هذا اللي معي اللي انا موظفهم ممكن حتى يموتون. خطتنا هي تشكيل حلقه دفاعيه حول قواتنا الرماه. ابشر ابشر بي يا القائد. القائد من هو؟ ليالاس سروق. السروق هذا عنده المشاه او دهان ولياس. الياس يعني ماسك هذا سلاح الفرسان. اوكي ممكن يحطني قيادة هذا التشكيل الى المعركة. 119 رماة اتحكم بهم او 15 رماة السهام اللي هم الخيالة. خلني باخذ رماة والله انا احترت صراحة، أنا اخذ المشاه ولا اخذ الخيالة الفرسان؟ باخذ الفرسان. حليل اللحية الغانمة. بس هذا شيء جميل والله، يعني بنزيد سمعتنا. المناوشون على الجبل. الياس يقول لي وانتد المناوشون على الجبل. يهوه ايش الكمية المهولة هذه. او هذاك المناوشون، تعالوا يا ايها المناوشون على الجبل. الظاهر اننا نمشي مع هذا. هذا لمين؟ هذا الرماح بقيادة مدري مين. وهذاك من؟ هذاك شو اسمه؟ اوه مسوين دائرة على الاسهم. والله حركة رهيبة. المشاه اللي هم سيوف ماخذين دائرة. الحين وين الحلوين؟ تعال تعال هنا تعال. ايش ممكن نشكلهم؟ نعطيهم اشكال. بس حاليا خلهم زي ما هم كذا في هالمكان على الجبل. اوكي. نشكلهم ايش من تشكيل؟ خط ولا جدار دروع؟ اتوقع تباعد افضل شيء. حاليا هم كذا. نعطيهم تباعد. حليل هالرصة. رمات اسهم. يا اخي يبالي اسهم انا. خلنا نعطيهم تباعد. ايش السالفة؟ بينتظرونهم الحين، احنا في حالة دفاع. تشوفون الجيوش مقبلة من هناك. خلنا ارويكم المنظر يا اخي. يا الهي شوفوا السطر يا شباب. انا على اساس انه وات شاردين. اوه الدروع شوف جاي من وراهم، يبون الدروع يقربون لهم. لا 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 هذا ايش كشفونا هذا؟ انا فضحت الخطة ولا ايش؟ رماة الاسهم المفروض ما يموتون. ان شاء الله احد معاه اسهم من هذا. لا الليل اسهم جايتني من اليسار يا شباب. الحين انتظر امر منه ولا ايش السالفة؟ اتوقع لازم انتظر امر منه. هذا اللي يسوون نفسهم يشوفونا ولا ايش؟ رماة الاسهم اهم شيء. ايوه حلو جالسين يرمون. شغل نظيف. المناوشون على الجبل. طيب ايش تريد؟ نقدم يعني شوي. وهذاك واقف، هذاك مش بقيادتي. تعال تعال قربوا هنا قربوا هنا قربوا هنا. تشارج يقول لي تشارج. اوكي لان هذا هجمه. تشارج على هذا هذا له. ان شاء الله انهم يموتون. عطنا الرمح. خلنا نقتل في هذه المعركة بحيث انه نرفع ال... تعال تعال. جت في درعه. ناوشون على الجبل. تعال خلنا نصدنا واحد من هذول. ايوه. صدته 60 دمج. يا ولد شوف الدروع انت. الظاهر لو صدنا قائد حقهم. يا ويل حالي انا. مناوشون على الجبل. يا اخي اذيتنا يا المناوشون. والله لو حصل لي رمات. ايوه نحشه 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 لنموت. انا ودي ازرف شو اسمه هذا كلهم. انسحب للخلف على طول. ابعد مسافه يا حبيبي. شوف تشارج يا اخوي. اختار اختار واحد. خلنا نشوف جماعتي بس يجون هنا كم واحد مات منهم. لا باقي باقي عدد والله.
كفو نشهد. ايوه خلنا اقتل هذا رمات الاسهم واخذ لي سهم من الارض. ايش الزحمه هذه يا شباب؟ اقسم بالله زحمه. بسرعه بسرعه بسرعه، في اسهم هنا. اوه اسهم ابو الاسهم. بسرعه تكفى كروسبو، ما اريد كروسبو. ايوه هذا يا ولد وخر انت، الله يخرب بيتك. وين خيري؟ وانت تشارج يقول لي انقذني يا صوفيو، انقذ القائد، ياخذ له سهم من الارض. اخذت يا شباب اخيرا، وربي لا الب لابوه، وربي لا الب لابوه. خلونا نركب بس اف ماونت. ارجع ارجع هنا، خل الاسهم يرجعون هنا. الليل حياتي نص، والله لا اطيح ابو الفضيحه هذه. فخر خذ. لا 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 اموت بالاسهم. اوف في الفرسان المقبلين هناك يا ولد. ارجع ارجع ارجع. ايش فلانك من اليمين يقول لي؟ فلانك ايش جايين يا جماعه؟ جالديننا جل. شوف الخيل يا زينه. يا الهي وربي يا رمي الاسهم عندي. لا 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 توقف انا، تكفى لا تموت. ناوشون على الجبل، انا اعطيهم تشارج قبل يموتون. انسحب الى الخلف، شايفني مجلود. هذا معاه لاسلكي ولا ايش؟ جالس يشوفني من بعيد. وين وين هو اصلا؟ ورب تخيل نفسك يا اخي في معركة زي كذا، ادور القائد. ورمات الاسهم. اوه اوكي جانا دعم، جانا دعم الفرسان. والله نعم والله ونعم. شوف الخيول هذه، ودي اخذ لي الخيل هذه بس خايف انه يقول لي والله شو اسمه ما عندك المهارة كافية. شوف هذولاك منسحبين. خلنا نقدم شوية على الجبل هذا، نصيد الهاربين، نلفل على راسهم. ناوشون على الجبل. ها خلصوا ولا كيف؟ باقي الازرق، تشوفون الازرق اللي فوق يا شباب لسه باقي نص الجيش وما مات. اجل وينه؟ وجيشي واقف منتظر البقية. يا اخي المنسحبين هذا لا، ودي الفل عليهم بس كلهم معاهم دروع. المشكلة يصيدون الاسهم. هذا لا ريتريت، ما شردوا ما نحاشوا. لا 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 يجلدوني بس. خطتنا هي الهجوم بالقوة الكاملة حول المشاة. مناوشون على الجبل، الظاهر جاهم الجيش. هجوم، عطهم. يسمعوني ترى يسمعوني، ما عليكم. اوف دقيقة 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 دقيقة. تعال 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 هنا. في واحد متحمس راح هناك اخر شيء. حليلة. خلنا نمشي مع بعض مع جيشنا، خصوصا رمات اسهم فما ينفع. بنجيهم من اليمين، اليمين ما في جبل هناك. خلاص بنجيهم من اليسار. وقفوا هنا وداعبوهم بالاسهم. انا يعجبوني الحلوين هذا. لا نلفل عليهم. يجيني واحد يشطفني اقسم بالله ان هلثي رايح فيها. وانتد شارج 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 شارج، يعني اهجموا بكل قوتكم، ادخلوا بالسيوف. انتظر انتظر وانتد انتظر انتظر. ايش فزنا؟ الله اكبر. طيب ما في احد شارد كذا نلفل عليه؟ وربي ونعم وربي ونعم. شوفوا شوفوا يا شباب الاسهم، شوفوا شوفوا كيف الاسهم تكون. دقيقه تخيلوا الجيش كذا مقبل هناك وترمي كذا. يوه حصلت على شهره، حصلت على تاثير. التاثير هذا مهم، بما ان دخلنا مع جيش الحين نقدر نفتح لنا الشيء الجديد هذا اللي هو التاثير. لقد اكتسبت معنويات وربحت 2% من القناعه، بس 2%. مات تريزينيا في ساحه المعركه، الله يرحمها. من هذه تريزينيا؟ تريستانيا. لا تكون كانت زوجة المستقبل وراحت. وانت انتظر انتظر. ها وش بتعطيني في ترقيه ولا لا؟ خلص علينا. ورب اني مركز طول المعركه.
بس رحت شوي كذا لف شو اسمه الاسهم عندي. اوه ماسك جنبه، لقد حضرته في الوقت المناسب يا وانتد، لن انسى مساعدتك. والله يا ولكم يا ولكم. بس في ترقيه ولا ما في ترقيه طول العمر؟ ريكرومنت ارشر، ناخذ الارشر. اوه صح، جاني كومنت، اكثر من كومنت، قالوا لي يا طيب. اوه هيلثي 14%، يبالي انتظر لما هذا. المهم قالوا لي يا طيب لا تاخذ، لا تجند، خذهم مش مشكله، سجناء بس بيعهم، لا تجندهم. يا الربع والله ممتازين يا والله الدروع. طيب اخذ درعه بس، مفروض ان السجناء يا اخي اقدر اخذ دروعهم، اقسم بالله يا اخي ما اخذهم سجين بفسخ جده. فشيء غريب صراحه باللعبه انه ما يمديك تفسخهم تاخذ دروعهم، لانه ممكن هذا يسهل اللعبه ما اعرف. المهم ناخذهم سجناء وراح نبيعهم في اقرب مدينه عند العرب يملطشونهم بعدين. خلنا نشوف الغنائم. الله اكبر، رينفورسمنت شيلد، وزن 6.3، اخف من اللي عندي الدائري، هذا اخف من هذا، كيف كذا؟ امورهم طيبه رفقائي، خصوصا القمر هذه مضبطها تقريبا، ما في شيء ناقصها الا خيل. خيل ما كيف مش معطيها خيل؟ اها هذه ما قدرت اعطيها خيل بسبب ان ما عندها مهاره ركوب الخيل. ركوب الخيل عندها 3، مو مشكله، بنعطيها خيل هذا العادي ونضبط لها سرج. تكفى في سرج من هنا ولا من هنا؟ هذا السرج حلو يا ولد، هذا شكله فنان. درع الحصان 7، انا اللي معي كم؟ 12. لا كويس، حلو، ضبطنا لها خيل، الحين كلهم خيول، جميل جدا. وين؟ ايوه فتح معنا اخيرا القوس، عندي 15 كان 7، الحين صار 16 بس بكم من ضربه في الحرب. اخيرا يا شباب باركولي، باركولي اللحظه المنتظره. ممكن نخلي الحلوين هذا اللي يمسكون شو اسمه ونعطيهم السهام، ما ادري السهام هذه تضبط ولا لا معه. المهم يدبرون نفسهم. لا نسيت ما اضغط شل، لا لا. تروح عليك الغنايم كذا بضغطة زر. ايه يلا ما عليه. الحين نظفنا قلعة، اجمع رجالك لدينا عمل اخر نقوم به، والله ما عندهم وقت. هنا شوف البارتي يا شباب، يلاحقون اللصوص 500 واحد كل ما يزيدون. وين رايح يا طيب؟ ايه صح، على الطاري يا شباب جاني كومنت يقول لي راح اكلم اي قائد من عرب ادخل مرتزقه وانصحك تروح عند ادرم عشان تضبطه وقت ما تبي تتزوج عنده بنت زي العسل، ليفلها فل بكل شيء حتى بالجمال. هذا اللي يفهم. والله يا شباب ادرم انا ادوره لي حلقتين عشان المشن الرئيسي، بس دام السالفه فيها هذا اروح والله باسرع وقت ممكن. راح في هذه الحلقه ما راح اختم، خلنا اكتب عشان ما انسى، الا وانا مكلم ادرم ونكون انجزنا في المشن الرئيسي. هذا الحلوين وين رايحين؟ ابغى اعرف. حصن فرق، اوه في بطوله هنا، والله لو توقفون شويه. ايوه ادخل ادخل مستوطنه، حلو بس تكفون يعني انتظروني، ها بدخل بطوله على السريع. اول شيء قبل البطوله نروح منطقه الحانه، فديه سجناك 320، جابوا سعر كويس والله. يا ربع المحل هذا بهذلني، والله بهذلني، ما يجيني اي دخل منه. بطوله ما تروح علي. حصلنا عتاد كويس ان شاء الله. شوف جائزة البطولة ايش يا اخي، ايش الاستهبال هذا؟ على طول هذه مشاركة، يحب هالبطولات التالية. لا يزال لديك فرصة للفوز. نعم تنازل يا ابوي، ما اتنازل. ايوه هو ده، والله يا شباب القائمة هذه اللي ادور لها، اريد اشوف حجم جيش العرب مقارنة بحجم الامبراطورية الجنوبية. هنا الامور واضحة، مجموع القوة الجيش هنا 5000 العرب وهذا 4300. اصابات وقعت تقدر تشوف السجناء بينهم، المدن حنا 8 وهم 7، عشان كذا كانوا يحاولون ياخذون القلعة هذيك او القلاع هنا، والمدن شيء ثاني، المدن اللي هي الكبيرة زي سنالة. غارات ناجحة، 6 غارات ناجحة علينا. افا لازم أنا نهجم، والله لازم نهجم. ان شاء الله ان الجيش بما انه متجمع راح نهجم، طبعا البقيه كلهم حنا في سلام معاهم، بس حربنا مركزين مع الحلوين هذول فشي طيب. بالنسبه للجيوش نقدر نشوف الجيوش 1000 رجال هنا وهنا 500 رجال، الجيش تلس تلس هذا لازم اني التقيه بهذا هو 1000 رجال. طيب البقيه وينهم؟ هنا كاتب لي 4700، ما ادري في شيء غريب. انشاء جيش يستطيع المرتزقه، انشاء لا يستطيع المرتزقه انشاء الجيوش او ادارتها، لا هذه مرميه تحت. المهم حنا ندور على أدرم، أدرم هذا راح ألتقي بها إن شاء الله. في سياسات هنا، احتكار الدولة، احتكارات الدولة، أمور كثير، سيناتور مدريش يعني 32 سياسة، هذه راح نجيها إن شاء الله بعدين. مرتزقة الملك، قائد الجيش، الغفران من الديون، حاليا مطبقين هم 3 العبودية لو حابين تقرون هنا.
فيه ميزات لها وسلبيات وكل شيء. السياسة الثانية رسوم الطرق مجلس العموم. المهم أودي أطول في المواضيع هذه. الإقطاعيات هنا القلاع ومن اللي ماسكها، هذه والله بشوف طريقتها وشلون بعدين نوصل لمرحلة نقدر نتحكم. طبعا السياسات لو تلاحظون ممكن أقترح أنا، لكن لا يستطيع المرتزقة اقتراح أي شيء. حاليا النفوذ عندنا لنا صفر، مفروض أنه يكون 100. شوف النفوذ صار 0.74 بعد الحرب، يعني كل ما زادت مشاركاتي في الحرب راح يزيد النفوذ عندي. هنا العشائر، طبعا صرت عشيرة من ضمن العرب، الأعضاء 5، أنا وأخوي وثلاثة اللي هم الرفقاء الحلوين. أهم شيء الرجال متلثم والحريم مكشوفات، يلا ما عليه. أنا يهمني الحين أدرم وين شافوه آخر مرة. بست وات وانتد التقى، والله ما التقي، متى التقى؟ يمكن من بداية اللعبة وأنا مفهي، ما أعرف أنه عنده المشن اللي بيعذبني. فوسترم الحين راح أسوي له تراك، وإلا ولا هجيب رأسه. نشوف هذه فوسترم وين. فوسترم يا فوسترم، أوه في هاجمين على قلعة هنا. دقيقة والله المملكة هذه شكلها بتنجلد. حلو بنبدأ نزحف. والله لو خذنا بوروس منهم ضربة موجعة، تقريبا من أكبر مدنهم التجارية. طيب فوسترم حتى على البحر، هذه كويسة الظاهر. جيش من؟ جيش تراس، هذا هو جيش أوه جالسين حصار هنا، هذه علامة الخيمة الظاهر حصار. دقيقة، تكوين الجيش، إنشاء جيش، ممكن نروح نشارك معاه. وهذه فوسترم اللي عليها القلاع، يعني بنحصل خوينا هناك وفي نفس الوقت نساعد في حصار المنطقة. يا سلام سلم. حرك هنا، بطولة ما تسوى، ممكن هذا اللي ينضمون معاهم. بنو هليان زادت علاقتي معاهم، أدري أنا عندي سجناء ولا شيء. تحدث إلى قائد الجيش أنكد، أبغى أدخل معاكم، لقد مر وقت طويل. قبل شوي والله أني معاكم. ماذا بعد؟ أريد الانضمام إلى جيشك، سمعت أنك تحتاج بعض المساعدة. لا هذه 15,000 هذه حسنة بتنكبني. سيدي أتمنى أن أتخلص من القسم الذي أدليت به إليك. لا والله حشا، أريد الانضمام إلى جيشك. نشوف لعل جيشه يروح إلى السفر إلى لاميسا. وين لاميسا هذه؟ شكلهم بيجلسون يفرفرون هنا. أنا راح أترككم قبل أخلص الحصار وقابل جيش تلس هذا. شوف 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 يا شباب، شوف شوف شوفوا جيش محاصرة هذا كيف يبان الشكل. وهذا وانا العب على اصدار قديم. جيتكم يا رجال جيتكم. جيش طرس 1000 قواته، ايوه هذا هو. اوه دخلوا قوات مشاركة عنده. تحدث الى قائد، تحدث الى اعضاء اخرين. حلو، تعال يا ادرم، يا ابن ادرم تعال. واخيرا لقد مر وقت طويل، اخبرني بالمعركة وفكني. There was never broader moment. بني سران، سالفة بني سران خذ لك. يقول لك أشجع واحد عندنا ولد الكلان حقنا اسمه نيمر، NIMR، ما أدري كيف ينطقونها. المهم أنها مسك العديد من الشجعان أو المحاربين للمجد وللذهب، Golden Glory. ويوم البتانيان هذا للآرشرز نزلوا من التل، كان جاهز لهم نيمر هذا، وكانوا ماسكين الشلدات فوق راسهم والسهام تمطر على رؤوسهم، وبعدين جلدوهم جلد. سالفة مرة جميلة صراحة، شكرا لك. في حماقة نيرتز، هل هناك شيء آخر؟ لا والله، فكني من شرك، فكني من شرك. يقول لي حاضر، الحين أبغى أشارك معاكم لو سمحتوا. يعني خيم الحصار هذا اللي كسر الأبواب ومنجنيق ودرج متحرك. انضم للجيش، أنت تحاصر بسترم. أوكي شوف باقي لهم يومين من الأكل، مخزون المستوطنة. أبغى أدخل. تم اختراق المنجنيق الخاص. أوكي مننا 1000 وهم 400. أوه جاهم الدعم، جاهم الدعم. تم تدمير المنجنيق. يا حبيبي لو سمحت دقيقة، أنا ما أريد أشوف محاكاة. الانضمام إلى الحصار المستمر. إيه ما أقدر، أنت تحاصر بس كذا حاصر. أبغى أشوف الأجواء الداخلية لو سمحتوا. ما أدري في شيء غلط أسويه ولا هم ما يهاجمون بس يحاصرون. باقي لهم يوم واحد من الأكل. 5 minutes later. أيوة يحاصر الأسوار الحين، مساعد الحين يدخلون يوم يخلص عليهم الأكل الظاهر. هجوم.
تدخل عليهم هم هلكانين جوعانين، وحنا معانا 7 اب وتمور. يا إلهي يا إلهي، حتى الكاميرا طاحت. علق وصفق، ايش هذا الاكسات؟ اوه تختار ال كلها صفر، تنصب شو اسمه المنجنيق، وما عندنا الا هذا اللي كسر الباب وهذا الدرج. حلوين حلوين. طيب نشر تلقائي ما يسوي شيء، انا القائد ولا انت القائد؟ انا مجرد مرتزق على قولكم ولا لا؟ شوف الاصفر فوق، احنا اصلا متقدمين بالعدد، فيعتب خلنا نقول لهم فولو مي هذا ولا والله ما ادري وينهم اصلا. يمشون مع الجنود، خلهم مع الجنود يمشون امورهم عشان لا يقروشوني. نقول بسم الله يا الهي. خلص عليكم لك يا ساتر يا ساتر. المنجنيق والله يكسرون الابواب، المنجنيق الناري. يا الله لا تجينا واحده فوق راسنا بس لو سمحتوا، بس بصفط موتري هنا لو تسمحوا. لا في واحد قدام، دقيقه. وين هذا؟ ايوه لو تسمحون يا الارشر نزبن خيلنا هنا، نعطيه المنظور الداخلي. ايوه تعال، والله الوزنيه مضبوطه 46. اقول لكم وين السهام من اول لعبات القنص. بس ايمي مضروب بسبب انه مش ملف شو اسمه الارش عندي. 23 سهم عندي. ححح بديت ابلع يا اخي. في واحد يدمجني من اليمين الظاهر، انا مكشوف. خلني اجلس كذا. ايوه تقدموا يا وحوش. ايوه وخروا، مسببين لي زحمه والله. وخروا من هنا الظاهر انه ايش الحين. وين خيلي؟ الخيل هج والله نحاش. خلنا ما نتقدم، ما شاء الله رجال بدوا يطلعون. شوف ايش يرمون، يرمون حجار فوق روس ربعنا. موت يجلد في ربعي من بعيد. السلام عليكم. ابلع، هات راسك. ابلع ابلع. اوف 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 اوف. لا يا وسخ لا، دمي دمي ناقص. شيت في حلوين هنا، بس السهم مغطيتني. ابلع. 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 وربي يعني سببت لهم ازمة، باقي لي بس سهمين وحياتي نص. تكفى يا خيلي وينك؟ والله دخلوا رجال. شوف الجيش لسه مقبل، لسه ما خلصنا، بس نقصوا منا كثير والله. خذوا البوابة هذه والمنطقة هذه ما قدرنا عليها، فراحوا يحطون الباب هناك، يدخلون من هناك. الحين وش يوصلني عندهم انا وهلفي كذا؟ وين الدرنج استدعاء الخيل يا اخي؟ اقسم بالله كان بيختصر علي مشوار. ايوه بس بنتظر الجنود يوصلون هنا يغطون علي. يا اخي جيبوا لي اسهم، يا ريتني اقدر اطلب اسهم. حلو الجو هنا. ايوه داهموا يا اخي، اعطهم الامر بالهجوم. تكفى في واحد محشور هنا. شوف الرماح يوم تجي في مكان غلط وتصقع في هذا ترتد. حلو فضولي المكان من فوق. في رماح هنا يمدينا نشيلها. خلنا ندخل. يا سلام عليكم.
باقي احد من باقي واحد بس. كفو كفو يا وحوش كفو. نرمي ايش نرمي؟ حلو سيطروا على المكان كامل. الله اكبر عليكم. لو تسمحون بس شوي كذا طريق الملك كبير المرتزقة. الله اكبر انتهت المعركة. استسلموا خلاص القلعة هذه حقنا. انتهت المعركة. دقيقة دقيقة انا اشوف المصايب اللي هنا اللي كانوا يرموني هذا الوسخين من هنا. يا اخي والله حلو الدفاع. الدفاع بيكون جميل. بشوف العرب يوم يدافعون بروح بدافع معهم على قلعة. تطلع فوق هنا. اوه شغل نظيف والله شغل نظيف. استخدم. لا 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 تستخدم ضد ربعك يا طيب. صح عليكم يا وحوش. لسه الجيش برا. طبعا عددنا ضعف عددهم فشي متوقع. خلنا نشوف النتائج. احنا المهاجمين كنا 540 ماتوا منا 227 تقريبا نصنا وشردوا 57. اما هم الجيش المدافع كلهم ماتوا اللي هم 218. وانت تتطور في رمي الاسهم طبعا 8 نقاط والجري استفدت يوم تركت الخيل. والجروب اللي معي الحرامي قتل 2. انا ما طيرت الحرامية ولازم اطير الحرامية والله لان حسب النصائح اللي جتني انهم ينقصون معنوية الجنود يوم اجيب قطاعين طرق او حرامية واجندهم. لسه باقي هجوم مرة ثانية. شو السالفة يا ابوي؟ اوه الحين من داخل. الله اوف من اللي جلدني هذا؟ اجلد. الله اكبر الحين اقتحام المدينة كلها. يا اخي وخر. او في رمات اسهم فوق. تعال يا بص تعال. وصلوا له فوق. وصلوا لهم فوق. لقد فزت في المعركة. لسه ما طلعت فوق يا اخي استكشف. والله عددنا جدا مهول. هذا اخوينا اللي مات الظاهر. طيب الدروع هذه مدينة شلها ولا كيف الوضع؟ هذا اللي كانوا زابنين داخل. ايوه حصلت لي مخزون طيب من الاسهم. الاسهم كانت مخلصة. احلى شيء انه يمديك تشلها من الارض. اتطورنا برضه مرة في الاسهم. كفو المملوك سولدر قتل 3 ودخل معي. البقية الظاهر كلهم مصابين. 4 ماتوا. بس لازم اجند والله لازم اكبر جيشي بحيث نقدر مرة اخرى تحفظ اعناقنا. وانتد حقا انت افضل الاصدقاء. من انت ترس؟ والله على راسي من فوق يا ترس. خدمتك واجب علي وشرف لي. الله يسعدك في الخدمة. بس زد لنا القرنق شوية الله يخليك. ايوه العقد صار 200 مع انه ما قال لي شيء بس زاد. والله زاد 200 على طول علاوة حبيبي. كذا بزيد الجيوش كذا بقدر اتنفس. هذا كلهم 11 سجين قال لي عندك اياهم روح بيعهم في الحانة وخذ لك مبلغ جميل. هلثي 13 والله انه معنا. ولوت بعد تعطيني والله انك وحش. طيب الشيلد هذا اكبر خلينا نشوف شكله. لا دقيقة مو بنت انا اظل الشيلد. لا مرة مرة هذا افضل. ببيع هذاك الثاني لان هذاك الدائري مداه صغير. هلا والله فسترم خضرة. Thanking you for helping in the siege. يشكرني على المساعدة في الحصار. You are able to loot your fallen foes, but you do not participate in the sack of the town as you are not part of the army that took it. إيش؟ أنا مش جزء من الجنود اللي خذوا هذا. الله يخرب بيتك. يعني إيش كان لازم إني أشارك وين يعني؟ الله يرحم والديكم يا شباب. حطوا لي كومنت لأن كذا الوضع قلة حياة والله. إيش كان مفروض أسوي عشان أكون جزء مشارك في الحصار؟ بس اهم شيء زادنا في القرنقش. اجور الحزب الرئيسي 138 كذا بقدر اجند 7 منا و14 مصاب. انتظر هنا لبعض الوقت خل هيل يرجع. تمت زيادة علاقتك مع بنو هليان
وزيادة المستوى إلى 2. خوف يجون على طول اللي يجلدون الحين وحنا مصابين. حلو والله. بدينا نشطح بهذا الاتجاه وعندنا فيه هجوم هنا. لا لا والله واضح إن بننظفهم تنظيف. دقيقة أبغى أشوف هنا من اللي يهاجم هنا. الانضمام إلى الدفاع عن فيسترم جو يهاجموننا. الخروج من فيسترم والله أني دريت يا أخي. رجعني عند فيسترم. كم منهم؟ 1000. إلهي شكل الحرب تتمي. هل في 63؟ بس هالمرة بنكون دفاعيين. أمداني يا جند يا أخي. عاد هذه ما فيها يقول لي والله بعدين أنت ما شاركت في الدفاع. بس كم عددنا يا أخي؟ والله مستحيل أقل من أو أكثر من 1000. ما أتوقع أكثر من 1000 تقريبا. هذه القوات اللي موجودة اللي هو أنا يمكن كم من واحد داخل قلعة في الجلدون. بس راح أسوي دفاع ولعل وعسى فيه دعم راح يجينا لأن في قوات كافية بالنسبة للعرب. بالنسبة للكوستات 3 من 10 فتقدمنا في 1. ياريت اللي عنده خبرة يا شباب قبل لا نختم ودي يطلب هذا الشيء. ياريت اللي عنده خبرة يخبرني وشلون تشارك وتنحسب من ضمن الجنود اللي شاركوا في الحصار. وشغلة ثانية موضوع المحل ليش ما يدخل علي فلوس. مثل ما تشوفون ما في أي دخل من المحل اللي اشترته. شكرا لكم على المشاهدة يا شباب. شكرا لكل من دعمني بلايك وكومنت. ونشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.